الرئيس السيسي يؤكد الموقف الثابت تجاه أمن الخليج باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي. ارتفاع عدد قتلى احتجاجات البصرة بالعراق إلى 8 والحكومة تحذر من العناصر المندسة. اليوم انطلاق بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والكاف يشكر الرئيس السيسي على المساعدة في تنظيم البطولة. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت جرانيتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع فيروز مكي. إليك فيروز. شكرا لك إيمان. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد على المكانة العزيزة والتي تحظى بها البحرين لدى الشعب المصري. هذا كما شدد الرئيس السيسي أيضا على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي. عبد الفتاح السيسي اليوم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة ضيف مصر الكريم عاهل مملكة البحرين تأتي في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع أخيه الملك حمد بن عيسى بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة. اختتم وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي زيارته الرسمية إلى اليونان والتي استغرقت عدة أيام، وعقد وزير الدفاع لقاء ثنائيا مع نظيره اليوناني، كما عقد جلسة مباحثات مشتركة مع نظيريه اليوناني والقبرصي، أكدوا خلالها على عزمهم المشترك لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة اليونان والتي استغرقت عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر وزارة الدفاع اليونانية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. وعقد القائد العام لقاء ثنائيا مع وزير الدفاع اليوناني تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين. كما عقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي جلسة مباحثات مشتركة مع كل من السيد نيكولاوس بانيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني والسيد سافاس أنجليدس وزير الدفاع القبرصي، وأعرب الأطراف الثلاثة في بداية المباحثات عن خالص التقدير والاحترام للجهود المتواصلة التي تبذلها القيادة السياسية للدول الثلاث لتأسيس علاقات وثيقة، وبحث الوزراء آخر التطورات والتقدم الذي تحقق في مجال الدفاع والأمن، مؤكدين على عزمهم المشترك لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية من أجل مواجهة التحديات في منطقة شرق البحر المتوسط وبهدف تشجيع السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. كما وافق الوزراء على عقد الاجتماع الثلاثي القادم لوزراء الدفاع في قبرص عام 2020. وفي سياق متصل شهد الوزراء الثلاثة المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك البحري الجوي ميدوزا 9، والذي نفذته عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة لكل من مصر اليونان وقبرص، واستمر لعدة أيام بمسرح عمليات البحر المتوسط غرب جزيرة كريت باليونان
وبمشاركة عدد من طلبة الكلية البحرية أثناء معسكر التدريب الخارجي. تضمنت المرحلة تنفيذ عملية الإبرار البحري على الساحل لعناصر من قوات الصاعقة المحملة على حاملة المروحيات جمال عبد الناصر، وذلك لتأمين شاطئ ضد التهديدات الإرهابية. وشاركت الهليكوبتر بتنفيذ أعمال الإسقاط والإبرار الجوي للمجموعات القتالية من وحدات الصاعقة والمظلات، وذلك تحت ستر المقاتلات متعددة المهام طراز F-16 والتي وفرت غطاء جويا للوحدات التي تم إبرارها على الساحل. كما تم التدريب على مهام البحث والإنقاذ واكتشاف وتعقب الغواصات ومكافحة أعمال التهريب والهجرة غير الشرعية، والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والسيطرة عليها. ونفذت القطع البحرية المشاركة عدة تشكيلات إبحار أظهرت مدى قدرة الوحدات على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية. وأشاد وزراء الدفاع لكل من مصر واليونان وقبرص بالأداء القتالي العالي للقوات المنفذة للتدريب، والذي يعكس المستوى المتميز من التنسيق والتفاهم بين القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية. حضر المرحلة الختامية الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، وقائد الحرس الوطني لجمهورية قبرص، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. أسهمت القوات المسلحة في تحقيق طفرة تنموية على مدار السنوات الماضية في جهود التنمية الشاملة بسيناء وعلى مختلف الأصعدة. المزيد في التقرير التالي. طفرة تنموية على مدار السنوات الماضية على مستوى الاستصلاح الزراعي والتطوير العمراني والإصلاح التعليمي. وأسهمت مشروعات التنمية التي تقام بأيادي أبناء القوات المسلحة في حل الكثير من المشاكل المجتمعية بشكل عام. فالقوات المسلحة عملت على افتتاح العديد من القرى النموذجية والمدارس والمستشفيات، ولعل آخر هذه المشروعات هو افتتاح المرحلة الثانية لقرية الجدي النموذجية بوسط سيناء بإجمالي 100 منزل ومدرسة ومسجد ووحدة صحية ومركز للشباب، استمرارا لجهود مصر في دعم مقاومات التنمية الحضرية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين بشبه جزيرة سيناء. كما تم الانتهاء من إنشاء 12 تجمعاً بدوياً زراعياً كمرحلة أولى في جنوب سيناء، من بينها تجمعان بمدينة رأس سدر وآخران بمدينة أبو زنيمة، وخمسة تجمعات أخرى بمدينة أبورديس، وثلاث تجمعات في مدينة أبو غرقد، وكذلك إنشاء مجمعات سكنية أخرى في سانت كاترين ومشروعات خدمية لها مثل محطات تحلية مياه وغيرها. وفي مجال المشروعات القومية تم إنشاء نفقي سيارات بالإسماعيلية أسفل قناة السويس، كذلك إنشاء نفقي سيارات ببورسعيد أسفل قناة السويس. واستكملت القوات المسلحة تجهيز البنية الأساسية للكهرباء والمياه والصرف الصحي والحريق للربع الشمالي الغربي ومنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية في بئر العبد، وزيادة طاقة إنتاج مصنع أسمنت العريش. وفي مجال التعليم وصل إجمالي عدد المدارس التي تم إنشاؤها 57 مدرسة بتكلفة إجمالية 209 ملايين و230 ألف جنيه، وكان آخرها افتتاح مدرستين جديدتين للتعليم الأساسي لخدمة التجمعات البدوية والقرى النائية بنطاق مدينة سانت كاترين، تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء. وفي هذا الإطار، تزامناً مع احتفالات الشعب الذكرى 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة، افتتح قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب 4 مدارس للتعليم الأساسي لخدمة عدد من التجمعات البدوية والقرى النائية بنطاق مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء. كما استطاعت القوات المسلحة المساهمة بشكل كبير في قطاع الرعاية الصحية بمحافظة شمال سيناء، حيث جرى إنشاء مستشفى بئر العبد بطاقة 84 سريراً ومستشفى نخل بقدرة 52 سريراً، فضلاً عن قرب الانتهاء من إنشاء مستشفى رفح المركزي بطاقة 84 سريراً ورفع كفاءة المستشفى المركزي بالعريش ومستشفى الشيخ زويد. تمثل القوات المسلحة يداً قوية للدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة في سيناء وفقاً لمخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير جميع الإمكانات لدعم مقاومات التنمية الحضرية
بسيناء. تواصل إدارة منتدى شباب العالم جولاتها الترويجية في إطار الندوات التي تنظمها في عدة دول للتعريف بالمنتدى برعاية شركة كوكاكولا العالمية، وستصل الجولة اليوم إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 وحتى 17 من ديسمبر المقبل. الآن ننتقل إلى كلمة وزير الخارجية الروسي بمؤتمر حظر الانتشار النووي. هذه الوكالة، ونعرف أن الضمانات التي تؤمنها هذه الوكالة تلعب دورا أساسيا في عملية استخدام الطاقة النووية، وليس هناك أي شك بأن هذه الضمانات غير مسيسة ومعتمدة على القانون الدولي. وبهذا الصدد أود أن أشير إلى خطة العمل الشاملة والمشتركة حول الملف الإيراني النووي، ورغم التصرفات التي قامت بها الولايات المتحدة فإن هذه الاتفاقية لم تفقد فعاليتها، وإيران كانت قد خلقت جوا شفافا تماما، وما أكد حق هذه الدولة بالحصول على الطاقة النووية السلمية تحت مراقبة الوكالات الدولية. وإيران ووفقا لهذه الاتفاقية والقرار في مجلس الأمن فتعتبر أكثر دولة ملتزمة في هذا الإطار، ونأمل أنه يجب السعي لاستمرار في تطبيق هذا الاتفاق وفقا للوقت المحدد. نحن ندعم القرارات التي اتخذت من قبل الأوروبيين، ولكن لا تزال لا تعطي أي نتائج. وبالحديث عن شبه الجزيرة الكورية فإنه من الضروري حل هذه الأزمة وفق الأساليب السياسية وفقا للعمل لإخلاء هذه شبه الجزيرة من الأسلحة النووية، فهي يجب أن تعتمد على الحوار السياسي والخطوات المتبادلة من الطرفين، ويمكن التوجه بشكل فعال. فلقد شكلت مبادرة روسيا والصين في خطة طريق لحل هذه الأزمة، والآن نسعى ل اتفاق حول هذه الخطة مع كل الأطراف المشاركة في هذه الأزمة، وإن تصرفات الولايات المتحدة ودعمها لحلفائها فهي تؤدي إلى هدم هيكلية الأمن في العالم في مجال مراقبة انتشار الأسلحة. وأنتم تعرفون أن هذا العمل استمر لعشرات السنوات، وفي الجزء الثاني من القرن العشرين فإن هذه الهيكلية الأمنية أصبحت ثقلا على الولايات المتحدة، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تنفذ التزاماتها وتسعى لنشر قواتها ولتحاول أيضا استخدام القوة بشكل مباشر، وهذا ما نراه بأمثلة عديدة. وبالفعل فإن الانسحاب من معاهدة الصواريخ كان هناك انتقادات من قبل الطرفين، ولكن بدلا من أن يجروا الحوار كانوا يبحثوا عن الحجج لهدم هذه المعاهدة. وما قدمتها روسيا من مبادرات إخلاء أو التخلي عن هذا القلق الذي كان لدى الولايات المتحدة لم ترى ردا من تلك الطرف، والولايات المتحدة لم تقبل بكل هذه الاقتراحات. وبما أننا
وكما قال الرئيس بوتين، وبعد أن قامت الولايات المتحدة بوضع قواعد الصواريخ فنحن سوف نتصرف بالمثل. ولكن روسيا لن تقوم بنشر هذه المنظومات قبل أن تقوم الولايات المتحدة بنشرها في أي مكان. والرئيس بوتين كان قد دعا دول الناتو ودول شرق آسيا بحظر نشر الصواريخ على أراضيها، ولكن نحن نعرف أن الناتو لن يسعى بهذا الاتجاه. ونحن على علم بتلك المناقشة التي كانت تتعلق بتصريحات الولايات المتحدة حول توزيع الصواريخ وبقضية كوريا الجنوبية أيضا. واليوم لدينا قضية تمديد معاهدة الصواريخ التقليص والحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وتمديده سيسمح لنا بالتحكم في هذه المسألة ويعطينا المزيد من الوقت لدراسة الأساليب الجديدة في هذه التقنيات. وبنفس الوقت فإن واشنطن تتهرب من هذا الحديث وليس لديها أي حماس أو إشارات من أجل تمديد هذه الاتفاقية، وهذا الأمر يبدو كحركة أو دائما لإعطاء ظروف مسبقة أو شروط مسبقة، وهذا الأمر ليس جيدا ويأتي ضد موقف بكين. ونحن جاهدون للعمل البناء والمناقشة مع كل من يريد تعميق وضمان الأمن الاستراتيجي العالمي، وأيضا يسعى إلى توازن المصالح ويدعو إلى الوفاق والإجماع في جميع القضايا بما في ذلك هذه القضية. والآن أيضا القضية توزيع الأسلحة الهجومية الأمريكية، فأعتقد أن إذا كان هناك أي نوايا لدى أحد في هذا النطاق تجاه صواريخ أرسنال والإيرانية، فهذا الأمر يتعلق ب. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت على أنها سوف تستخدم الفضاء لنشر السلاح، وما يجر الاهتمام هو ما بدأت الولايات المتحدة به بتحضير للترسانة النووية لاستخدامها في الذخائر، وإن هي محاولة لتقليص القوى الدفاعية للدول الأخرى، وخلافا لقرارات. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا جانبا من المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الحديث عن حظر انتشار الأسلحة النووية. هذا المؤتمر الخاص بهذه المسألة، حظر انتشار الأسلحة النووية، تحدث عن الضمانات التي من المفترض أن تقدم لمنع انتشار الأسلحة النووية، وكيف قامت روسيا بالمساعدة في هذه الضمانات. أيضا تطرق إلى الملف النووي الإيراني، وتحدث عن الضمانات التي قدمتها إيران حتى الآن لتطبيق الاتفاق النووي الإيراني، وقال إن روسيا بتأمل في السعي للاستمرار في تطبيق هذا الاتفاق وفق التوقيت المحدد له، وقال إن روسيا أيضا بتدعم قرارات الدول الأوروبية في هذا الاتفاق، لكن هذه القرارات لم تأتي بنتائج حتى الآن، وقال لابد من خطوات سياسية متبادلة. أيضا وجه الانتقاد بشكل غير مباشر إلى
الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الانسحاب من معاهدة الصواريخ، وانتقدها أيضا في موقفها تجاه بعض الأمور فيما يخص حظر انتشار الأسلحة النووية. العودة إلى آخر الأخبار وإلى العراق، حيث أكد مسؤولون محليون في محافظة البصرة جنوبي العراق مقتل 8 متظاهرين وإصابة العشرات في تفريق احتجاجات في محيط مجلس المحافظة. ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤولين في الجيش تحذيرهم من عناصر مندسة في تظاهرات البصرة، وفي وقت سابق فرقت القوات الأمنية تظاهرات في شارع الرشيد التاريخي في بغداد بعد أن سيطر المتظاهرون على 5 جسور مؤدية إلى المنطقة الخضراء. وأكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي سعي حكومته للبدء بإصلاحات جدية وإيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي وصحيح وزيادة الموارد غير النفطية. بالتوازي مع تواصل الاحتجاجات في العراق، جاءت تحركات الحكومة بقيادة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نحو اتخاذ العديد من الخطوات الإصلاحية لتلافي أسباب حالة الاحتقان والاحتجاج في الشارع العراقي وعودة الهدوء مرة أخرى له من جديد. ورغم الإعلانات المتكررة من عبد المهدي حول خطوات حكومته للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالعراق، استمرت موجة الاحتجاجات التي اندلعت مطلع أكتوبر الماضي في العاصمة بغداد وعددا من محافظات الوسط والجنوب، احتجاجا على الفساد الحكومي والمطالبة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل. وفي مؤتمر عقب ترأسه الاجتماع الموسع للجنة إعداد الموازنة المالية لعام 2020، أكد عبد المهدي سعي حكومته للبدء بإصلاحات جدية وإيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي وصحيح وزيادة الموارد غير النفطية، مشيرا إلى ضرورة إنهاء المشاريع المتوقفة والتي أدت لضياع الأموال وفرص العمل. إن هناك أولويتين، أن نزيد الموارد للخزينة خصوصا الموارد غير النفطية، ووضعنا عدة حلول لزيادة موارد غير نفطية، وأعتقد حلول عملية وتم العمل عليها خلال الفترات الماضية، والآن نحاول أن ندخلها في الموازنة حتى تكون حلولنا حلول صلبة أساسية مستدامة وليس حلول مجرد حلول ترقيعية. وفي ظل تواصل الاحتجاجات الشعبية التي صبغت بلون الدم بعد مقتل أكثر من 260 شخصا فيها وإصابة أكثر من 12 ألفا جراء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوة الأمن وبرصاص قناصة مجهولين، تحدث عبد المهدي عن سوء التخطيط الذي عانت منه البلاد خلال السنوات الماضية ودوامة الديون الداخلية والخارجية التي دخلتها وإنهاك الاقتصاد العراقي القائم على الموارد النفطية في 90% منه، متطرقا للتحديات التي ازدادت على الدولة العراقية مع مواصلة أكبر حملة احتجاجية بالبلاد منذ عام 2003. تصدر هاشتاغ أردوغان يهين القطريين مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهام جريدة ديلي صباح التركية قناة الجزيرة القطرية ببث رسائل معادية ضد تركيا، حيث أكد مغردون أن إعلام أردوغان أهان تميم وكشف سياسات قطر المضطربة.
سنوات من الشراكة لنشر العنف ودعم الجماعات الإرهابية في المنطقة تنكشف خيوطها عبر هاشتاغ أردوغان يهين القطريين، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح في الصدارة داخل قطر كرد فعل على تقرير تركي يهدد قطر بإنهاء التعاون الثنائي. التحذير التركي نشرته صحيفة ديلي صباح التركية التابعة لنظام أردوغان، حيث هددت تركيا صراحة من أنها ستوقف مساندتها لقطر إذ لم تعمد الأخيرة إلى لجم قناة الجزيرة الإنجليزية وطرد العاملين فيها بسبب انتقادها العدوان التركي على سوريا. وأضاف تقرير الصحيفة التركية أن ما سمته بالشراكة الاستراتيجية بين تركيا وقطر بات تحت التهديد بسبب نشر القناة القطرية دعاية معادية لأنقرة. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي قال مغردون إن قطر التي لطالما بثت سمومها في المنطقة تلقت صفعة من تركيا برسالة مهينة من أردوغان تحمل خلفها الكثير من التهديد والوعيد، مؤكدين أن هذا الأمر ليس غريبا في السياسة التركية. وقال آخرون إن الابتزاز التركي لقطر بدأ وبلهجة شديدة مفادها أن أنقرة ليس لها مصلحة في حماية الدوحة بدون مقابل. ومن ضمن التغريدات أيضا كتب مغردون أن إعلام أردوغان أهان تميم وكشف سياسات قطر المضطربة وعدم قدرة الدوحة على الرد، وأشار آخرون إلى أن الشراكة الهشة بين أردوغان وتميم تنهار لأنها قائمة على الظلم والفساد والإرهاب ولا يمكن أن تدوم طويلا. هاشتاغ أردوغان يهين القطريين فضح ازدواجية نظام أردوغان الذي أبدى استعداده للتخلي حتى عن أقرب حلفائه بحثا عن المصالح، كما كشف الدور الخبيث الذي تلعبه قطر في المنطقة برعاية تركيا. نشرت وكالة الأنباء الألمانية تفاصيل متعلقة باعتقال زوجة الإرهابي أبو بكر البغدادي في تركيا، مؤكدة أنها اعتقلت في مدينة هاتاي العام الماضي. وذكرت الوكالة الألمانية مستندة إلى مسؤول تركي أن زوجة البغدادي كانت مع مجموعة ضمت رجلا وأربعة نساء وستة أطفال تم إلقاء القبض عليهم العام الماضي، في حين أن أردوغان قال إن تركيا ألقت القبض على زوجة زعيم داعش الإرهابي. وتساءلت الوكالة عن سبب هذه الأكاذيب التي روجها أردوغان. رياضيا، أعرب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن ثقته في نجاح مصر وقدرتها على تنظيم كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بأداء مبهر، ووجه سكرتير عام الاتحاد معاذ حجي الشكر إلى الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على المساعدة في تنظيم تلك البطولة، هذا كما أشاد باستعدادات اللجنة المنظمة وجهودها. وتنطلق اليوم منافسات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر حتى 22 من نوفمبر الجاري. المزيد في سياق التقرير التالي. مباريات قوية يتوقع أن تشهدها بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. المنتخب الوطني يفتتح مشواره بمواجهة قوية أمام مالي والذي يعد واحدا من أقوى المنتخبات لامتلاكه العديد من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية الجيدة، ويسعى منتخب مصر لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة للاقتراب خطوة من اللقب الأفريقي ومن ثم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث يتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز. المدير الفني للمنتخب الوطني شوقي غريب يعتمد على عدد من النجوم أبرزهم رمضان صبحي وصلاح محسن ومصطفى محمد وطاهر محمد طاهر. ويلعب منتخب مصر الأولمبي ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من مالي وغانا والكاميرون، وتضم المجموعة الثانية من هذه البطولة كل من جنوب أفريقيا وزامبيا ونيجيريا وكوت ديفوار.
أكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم شوقي غريب أنه يأمل في تحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وتقديم جيل قوي للكرة المصرية في السنوات المقبلة. ونشد غريب الجماهير المصرية بالحضور لاستاد القاهرة لمؤازرة اللاعبين في مباراة مالي في افتتاح البطولة. كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما عن تميمة البطولة التي ستنطلق اليوم باستاد القاهرة وتستمر حتى 23 من نوفمبر الجاري وتحمل اسم تحوت وهو إله الحكمة عند الفراعنة. يشارك في البطولة 8 منتخبات بيوقع 4 منتخبات في كل مجموعة وتأهل بطولة أفريقيا أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020. أعلنت شركة تذكرة المسؤولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني للشركة. ونشرت شركة الحاصلة على حقوق توزيع التذاكر برومو ترويجي لكيفية الحصول على تذاكر المباريات داعية الجماهير للإسراع في حجز تذاكر البطولة والعودة من جديد للتشجيع من المدرجات. فاز المنتخب الوطني على نظيره الليبيري وديا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية استعدادا لانطلاق تصفيات أمم أفريقيا. هدف المباراة الوحيد سجله لاعب المنتخب الوطني حمدي فتحي في الدقيقة 85 ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا وجزر القمر في بداية مشوار التصفيات للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2021. Thank you.
نهاية هذه النشرة، والآن إليكم تذكرة بأهم عناوينها. الرئيس السيسي يؤكد الموقف الثابت تجاه أمن الخليج باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي. ارتفاع عدد قتلى احتجاجات البصرة بالعراق إلى 8، والحكومة تحذر من العناصر المندسة. اليوم انطلاق بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، والكاف يشكر الرئيس السيسي على المساعدة في تنظيم البطولة. بهذا نصل لختام هذه الساعة الإخبارية. لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.